كل مواطن فلسطيني مثل حلقة في سلسلة بشرية نظمت من قبل مؤسسات المجتمع المدني والحراكات الشبابية وسط رام الله، رافضة لاستمرار الظلم الإسرائيلي على قطاع غزة. حلقات تحمل لافتات تعارض وتستنكر الصمت العربي والغربي. نبقى نناضل ضد التهجير وضد جرائم الإبادة، وأيضا نطالب بأهمية إحداث الوحدة على أرضية شراكة لكل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني في منظمة التحرير. إحنا كل يوم نفكر فيهم ونحاول نعمل كل جهودنا إنه نوصل رسالتهم لكل العالم. إحنا بنتألم إنه نشوف إنه شعبنا بغزة قاعد بتألم بكل أنواع القتل، هم يتعرضون لإبادة جماعية. يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ذات الوقت الذي يستمر فيه بانتهاكاته ضد الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية، لا سيما الإجراءات التعسفية والتضييقات التي تحول دون وصول فلسطيني الضفة إلى القدس وتعرقل دخول المقدسيين وأهالي الداخل المحتل إلى الأقصى. وبيعتدوا على النساء في الأقصى وبيكلعوا الزيتون وبسووا أشي وفيش حدا واقف معنا، يعني لازم إحنا حدا يوقف معنا. واللي بسووه في غزة يعني الكتلة الأولاد بكتلوا فيهم، هذا إشي حرام، يعني عجبوا في شعبنا في غزة، وإحنا يعني غزة بتدافع عنا وعن شرفنا وعن أمتنا. يعني اللي بصير اللي بسووه في النساء اللي في غزة بغتصبوا بسووا بقتلوا الأولاد عينت بسرقوا، يعني هذا الإشي بصيرش. إحنا عنا أول شيء الهدف الرئيسي والكل بيعرف إنه هو وقف إطلاق النار على قطاع غزة ووقف الإبادة الجماعية اللي بتصير يوميا وخلال الساعات حاليا اللي احنا متواجدين فيها على قطاع غزة وخاصة منطقة رفح اللي بتكون متواجدة فيها، انه يقدموا مساعدات فيها وغاد تم إطلاق النار المستهدف عليها من قبل قوات الاحتلال. بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة أكثر من 32 ألف شهيد، فضلاً عن أكثر من 73 ألف جريح، وما يزال الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر والجرائم في الضفة وغزة، مؤكداً بأن الكل الفلسطيني مستهدف بالقتل والتهجير.